بجد ترحيب بحضراتكم. ليلة السوبر الفراعنة ده حديثنا النهاردة وكلامنا عن مباراة الغد إن شاء الله. كل التوفيق لفريقنا، يعني زي ما شكرنا طبعا أخواتنا وأشقائنا الإماراتيين، لازم طبعا نشكر البعثة الدبلوماسية المصرية في الإمارات ومعالي السفير وائل جاد. طبعا مجهود كبير بيقوم بيه عشان الأمور سواء تسهل للنادي الأهلي أو للنادي المصري. كل الشكر للبعثة كلها بشكل كبير، البعثة الدبلوماسية في دولة الإمارات برئاسة طبعا معالي السفير وائل جاد. في ضيافتي طبعا عن الكلام، وهنتكلم طبعا بشكل مستفاض عن مباراة الغد وليلة السوبر مع كباتن مصر ونجوم النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم. وكابتن شريف برحب بحضرتك يا كابتن شريف. مرحب بيك كابتن فاروق. الله يخليك. الله يخليك. ايضا كابتن ربيع سين نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن محمد. حياتنا دي منور يا محمد. منورين يا كابتن طبعا. ودائما النهائيات والبطولات بتبقى سعيده بوجود النادي الاهلي دائما في النهائيات يا كابتن شريف. طبعا. مباراه كبيره ومباراه ليها سبق قبل كده ان احنا بنبقى مستحوذين عليها 9 مرات الحمد لله. ودايما تلاقي النادي الاهلي هو فيها طرف من الاطراف اللي موجوده مع اي فريق مقابل ليها، علشان كده بيبقى لها طعم، بيبقى لها جماهيريه، بيبقى لها وجود، بيبقى لها مكانه جنب الكؤوس اللي بيحصدها النادي الاهلي. بيستطيع احد الناس ان هم برضو احد الفرق ان هم يطمعوا ان هم يكون ليهم الشرف ويستحوذوا على بطوله السوبر المصري. بنهني نادي المصري ان هو وصل لهذه المرتبه. بالنسبه للنادي الاهلي بيلعب جوه مصر زي بره مصر، انما الاحتفاليه بقى اللي انت بتتكلم عنها ان هي في الامارات، واخواتنا الامارات محتضنيننا ومحتضنين المباراه، وفرصه ان احنا نشوف اخواتنا اللي في الامارات المصريين ونعمل لهم احتفاليه هناك. ودايما الاحتفالات دي بتبقى بيننا وبين الامارات، اذا كان هنا برضو احنا عملنا لهم سوبر هنا السنه اللي فاتت، واحنا رحنا عملنا سعداء كمان في المبيض يعني. فيش غربه الحقيقه، يعني بنبقى سعداء قوي لما كل بنسمع اي حاجه عن الامارات الحقيقه بنبقى مبسوطين، بنبقى متاكدين ان هيبقى احتفاليه كبيره. تبقى احتفاليه حتى اللعيبه وهي رايحه بتبقى سعيده انها رايحه الامارات. دايما بيحبوا يكونوا موجودين هناك، كل الاجواء وكل الظروف بتبقى مساعده الى ان بيخرج الاحتفال حقيقه على اعلى مستوى. اذا كان اهلي وزمالك، اهلي ومصري، او اي حد موجود هناك بيمثل الكره المصريه، فان شاء الله يبقى يوم جميل على الجميع باذن الله. ان شاء الله نتمناه طبعا يبقى يوم جميل ويكون اجمل للاهلاويه. كابتن شريف، كابتن ربيع، واحنا بنتكلم على النهائيات وبالنسبه للنادي الاهلي دائما بيبقى متواجد ودائما ما بيفرطش ابدا يا كابتن في النهائيات الا قليلا، يعني يمكن بس بطوله السنه اللي فاتت افريقيا، لكن دائما النادي الاهلي لما بيخش بيبقى من الصعب انه يفرط فيها. طبعا تعرف ان مسؤوليه كبيره جدا، وفي نفس الوقت غايه الجميع في منظومه النادي الاهلي والكيان الكبير. فلما توصل لبطوله بصرف النظر البطوله دي مباراه او الهدف الجميع الحصول على البطوله. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين في حاله ترابط، في حاله جيده دايما، في حاله تركيز، في حاله التزام، لان المسؤوليه كبيره جدا على عاتق اللعيبه والجهاز الفني والاداره. وفي نفس الوقت جمهور النادي الاهلي بيحب البطولات، يعشق البطولات. صحيح. انت محمد الفتره الاخيره بتحاول تضرب ارقام، الحمد لله البطوله دي يمكن العشر ان شاء الله ربنا يجعل نصيب باذن الله تعالى. 9 بطولات، مفيش حد حقق 9 بطولات قبل كده في السوبر. فالفتره الاخيره انت مش بطولات بس، ده انت بتحقق ارقام عن طريق الفوز، عن طريق واخد عدد المباريات، السلبيات الايجابيات. فالبطولات الحمد لله رقم كبير هيضاف باذن الله تعالى. اكيد الكل بيسعى، غايه الجميع هو المحافظه على هيبه الكيان نفسه، على اسم الكيان، البطولات، على فرحه الجمهور. احنا دايما الاجيال في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل ان بيحافظوا دايما على حب الجمهور، احترامهم للجمهور، البطولات، اجيال بتسلم اجيال. فهيبقى ان شاء الله يوم عيد ويبقى طابلو كبير جدا فني على مستوى في مباراه كره قدم. في الاول والاخر دي مباراه كره قدم باذن الله بين فريقين كبار بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله تعالى نتمنى المباراه تخرج على خير، ونتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. والنادي يعتقد انه فنيا هو الافضل وهو الاحسن هو الاقدر ان شاء الله تعالى ان ياخذ البطوله باذن الله تعالى من استاذ هزاع بن زايد ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. واحنا بقى واحنا بنتكلم لازم نقول ان احنا معانا واحد بقى هو هداف مباريات الاهلي والمصري، كابتن شريف عبد المنعم واحد من هدافي هذه المباريات، وهو الهداف يعني. كابتن شريف احرز 6 اهداف كابتن، مظبوط؟ 6. حاجه جميله.
يا سلام صدفة. لا ما ده حاجة فالخير يعني فالخير يا كابتن. يعني بيبقى توفيق يعني في مباراة المصري وبتبقى ليها ظروف يعني. كل يعني واحنا بنتكلم في الجزئية دي كابتن في لعيبة كده بتبقى محظوظة ليهم محظوظة على أو راكبين في جزئية يعني. على فريق يعني مثلا خالد بيبو على الزمالك مثلا. أنا كنت بحب الإسماعيلي. كابتن ربيع كنت بتحب إيه كابتن؟ بيبو هدف فين؟ اتحاد السكندري. اتحاد السكندري كابتن ربيع. كابتن شريف أول مصري أهو. أنا المصري أنا كنت دايما ببالي حظ كبير قوي في أن أنا بفتتح الـ 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 الأهداف جوه إذا كان في المصري أو في إذا كان في المصري أو في القاهرة يعني أو في بورسعيد. الأهداف بتبقى في ليها أشكال وفيها ليها ذكريات. صحيح. إنما أنا لما ألاقي نفسي بجيب في نادي المصري هدف في اخر ثانيه في القاهره والدنيا خلاص راحت الماتش 1-1 وخلصت المباراه وانا بشوط شوطه من نص الملعب يا فاروق وبتيجي في المقص فاشرف ابو النور في الدقيقه 91. زمان ما كانش عندنا الخمس دقايق والست دقايق الوقت ضايع دول. كنا يا دوبك بين ثواني دقيقه وتلاقيها خلاص. انما انك تشوف الملعب ولاقي احمد بلال بيصفر يمين وشمال واعمل ثرو باس لمحسن صالح اتخيل بقى ان الكره تروح رايحه في المقص وداخله جوه الجون. ماتش تاني بنلعب مصطفى عبده بيعمل كره عرضيه فبتعدي الكل وانا جاي جري من وينج ليفت قاطع على السنتر فيرويد الاقي نفسي طاير دايفنج وحاططها زي الطلقه بدماغي جوه جول. جول شكله حلو قوي الجون. اعيده تاني في ماتش في مصر هنا ونكسب وناخد الماتش ده كان مهم جدا. لو كسبنا المصر يومها يبقى اكدنا فوزنا ببطوله الدوري. فكسبنا 4-0 كان مختار جاب جول والخطيب جول واعتقد انا جبت الجول الثالث وفتحي مبروك جاب الجول الرابع. فمن احلى الاجوان اللي انا جبتها الحقيقه هو الماتش ده. وجبت معاه حتى المنتخب لما كنا بنلعب مع المنتخب عملنا تراي ماتش كده في بورسعيد مره انا برضو اللي جبت الجول بتاع المنتخب في نادي المصري. فانت زي ما بتقول بتبقى حظوظ او وشوش بتبقى عارف يا يعني. كابتن ربيع ان انت نازل هتجيب جول. انت حضرتك بتتكلم الاتحاد مثلا خلاص حته النفسيه بالنسبه لحضرتك بتبقى موجوده خلاص ان انا نازل صحيح هجيب جول. ده حقيقي بيحصل في توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم في واحد محظوظ على فرقه معينه. فكرني الاتحاد في اسكندريه اول ما نلعب على طول اسجل هدف مسجل ثلاثة في اسكندريه وواحد في القاهره. فيعني في فرق والتوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى والاجتهاد بقى والكره الجميله والنجوم اللي كانت موجوده والمدربين الكبار والرغبه وحاجات كتيره جدا فنيه محمد كانت موجوده عند الاجيال القديمه. وطول عمر النادي الاهلي الحمد لله يعني كل اجياله محترمه على مستوى كل جيل اتوجد في وقت معين ساهم وجاهد وكافح واخلص واضاف بطولات. كل اجيال النادي الاهلي مبني على اجيال كتيره جدا. صحيح. دي حقيقه يعني. كابتن شاركت في النهائيات امام المصري كابتن؟ طبعا. الموسم ايه تتذكر؟ هو انا مسجل هدف في المصري من كورنر في بورسعيد. تمام. من كورنر. ده كان نهائي يا كابتن؟ لا مش نهائي كان دوري. كان دوري. سيبنا 2-1. بس فاكر انا المعلق قال لك الهوا دخلها كورنر يا عم دخلتها ولا مش هوا؟ والهدف من ربيع زين قال لك انا استعبت النهائي بتاع خالد جد الله في مصر اللي هو 84 كابتن اللي هو 84-1-0 ما انا اللي افرق كروس بالعرض 84 ده اللي هو كنت علاء ميهوب. لا 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 ده كنا في امريكا اوكي اولمبياد اولمبياد ساعتها. انما بتكلم على احنا كسبنا مصر 1-0 بهدف لخالد جد الله اوكي تصوير بيان عمل كرة بالعرض طلعها بدماغه راح جابها. ده كان 83 يا كابتن 1-0 ايوه تمام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه الماتش 3-0 فايتسا دوري وكاس 3-0 هدف لايمن وطاهر وحسام حسن. دي نهايه دول الماتشين النهائيين متهيألي هما دول يعني ما فيش ثاني بقى اللي على ما اتذكر يعني. يعني قبل ما اروح يا كابتن شريف اساله على برضه على النهايات بتبقى نهايات مختلفه كابتن لما بتلاعب فريق يعني طبعا مصر فريق كبير لكن دايما النهايات بتسمى ما بين اهلي وزمالك دايما بتبقى مختلفة يا كابتن. طبعا طبعا هو المصري طول عمره يعني بيملك نجوم ويملك طموح ويملك جمهور ذواق وبيحب الكورة ودايما دي بتاع المصري بتاعت الأرض لخالد جد الله جول على يمين خالد عبد المنعم. ده الماتش ده كان في مولين العرب 83 اللي قلت عليه. فطول عمر المصري عنده يعني عنده طموح وعنده ده إكرامي هو أجدع والغالي طبعا أصفر عشان هو حارس مرمى مختلف ويملك نجوم بصراحه. بورسعيد بتطلع نجوم
بورسعيد وطلع لعيبه كويسه جدا صراحه صراحه يعني. فماتشنا خلي بالك مع المصري في بورسعيد او في القاهره محمد كان دايما بيشهد احداث فنيه كبيره جدا في ملعب طبعا، وهم كل احترام والتقدير ليهم لان بصراحه لعيبه كويسه وكان طموح واداره وتلاقي الجمهور دايما وراهم بيسحب في كل مكان. ومصر طلع نجوم كبيره جدا على مستوى الاجيال، صحيح نجوم كبيره نجوم نجوم. وبس ما هم مش محظوظين في بطولات، لكن هم بطولاتهم قليله جدا لكن بيكافحوا يا كابتن بيكافحوا. فماتشات ماتشاتنا بورسعيد كمان يا محمد ان كانت بتشهد بقى الملعب يبقى مليان واحتفال بقى ويوم عيد وحاجه جميله جدا. فطبعا كل التقدير واحترام لجمهور بورسعيد ولاعبي بورسعيد واداره بورسعيد. كابتن شريف نهايات يا كابتن اللي لعبتها بقى انت انت هداف الماتش ده الماتش ده انا اللي انت بتتفرج عليه ده اللي عامل السروب اصلا خارج جدار الله وراح مديها لعلاء وراح حطه في اخر دقيقه. طبعا كان الله يرحمه الحاج سيد متولي كان بيربط الكرافات وخلاص ده اللي هو 3-1 ده كان 3-1 وكنت انا كابتن فريق بقى في الماتش ده. فكان في مناسبه كده انا بقى بنعمل الطوس انا و كابتن مسعد الله يرحمه مسعد نور كابتن مسعد نور الله فبقول له انا كسبت التوس فبقول له تحب تلعب هنا ولا هنا يا مسعد؟ قال لي خلاص خلصت خلصت يا عم شريف. خلصت ايه بقى؟ خلصت ليهم هم؟ خلصت بقى خلاص بقى انتهت يعني ما بعد ما تعادلنا في اخر ثانيه خلاص الموضوع خلص بقى اللي احنا كان نفس المباراه دي بتاعه المصري الحاله النفسيه بالنسبه لهم خلاص يا كابتن وصلت للنقطه ان انت خلاص النادي الاهلي خلاص بقى ده يرجع تاني خلاص. تاني حاجه احنا كان عندنا ماتش ضد المقاولين عرب وطرد مننا واحد وكنا مغلوبين 1-0 وعملنا كامباك تاني بال 10 انفار في دور الاربعه وده اللي اهلنا لل رحنا لعبنا الاسماعيلي بعد كده في المحله فكسبنا المقاولين العرب بنفس الشكل بنفس جاب 3-1 او 3-2 على ما اعتقد كنا مغلوبين 1-0 وعوضنا يعني نفس مباراه المقاولين العرب دي كانت هي نفس المباراه بتاعه المصري. فانا كنت بتفائل بقى لما كسبنا المقاولين عرب واحنا خدت الناحيه اللي على الشمال في الاول في التوس ده اللي بيتعمل مع الحكم فقلت بقى ايه خلينا زي ما احنا وناكد الحكايه ونلعب ناحيه الشمال. الحقيقه ما خدوش انت كنت بتتفائل بالجزئيه دي يا كابتن؟ اتفائلت بقى في حكايه الملعب وانا بحب دايما اهجم الناحيه دي الناحيه يبقى احنا على اليمين يومها بقى قلت لا خلينا كان القاهره ولا استاد المقاولين؟ كان استاد القاهره استاد القاهره فخدت الناحيه الشمال وربنا وفقنا في دقيقتين ما لحقناش يعني زي ما يكون مسعد كان حاسس خلاص ان الحكايه خلصت. 5 دقائق كانوا 3-1 وماتش سجال بعد كده وانتهت البطوله وخدناها وكان يوم جميل جدا. ده كانت بطوله بيتذكرها جمهور الاهلي لغايه جمهور المصري يعني لسه كنت في الانترو جمهور المصري طبعا خلاص ما الحاج سيد متولي بيجهز نفسه وهيستلموا الكاس وخلاص واللاعبين لكن طبعا النادي الاهلي دائما يا كابتن البلس 90 موجود من زمان وده سر الناس بتسال عليه انتوا ازاي بترجعوا في الدقائق الاخيره وازاي كان في ماتش تاني عايز احكي لك عليه تاريخ طويل بقى في ماتش تاني عايز احكي لك عليه كان النادي المصري متقدم علينا في مصر 2 في الدوري اول تايم 2-0 ونزلنا تاني تايم جبت ضربه جزاء انا وانا جبت الجون التعادل كان محمود عثمان الله يرحمه هو الحكم خطيب عمل لي كان اول مره الخطيب يجي ناحيه الوينج رايت مكان مصطفى عبده كده ويعمل كره عرضيه فانا رحت داخل عليها وكاتمها جوه في عادل عبد المنعم وجبت التعادل وكنا ممكن نكسب واحنا مغلوبين 2-0 الخطيب كان ممكن يجيب جول كمان وانا كنت ممكن اجيب جول تاني التالت فكنا متاخرين 2-0 كنا اعتقد ان احنا لينا يعني كعبنا عالي عليهم يعني بنروح دايما وبكنا في مقدره دايما كده تحس انك انت فعلا زي ما بتقول وفي ناس حاسه ان عندها ثقه على الفريق الاخر يعني. صحيح. نتمنى ان شاء الله يكون الفال خير ده كابتن نتمنى بقى ازارو نتمنى ازارو يكون وش خير وفتحي خير كل اللعيبه ان شاء الله هو احمد فتحي وده اللي هتكلم معاكم فيه يا كابتن احمد فتحي كعبه عالي برضو واحمد لا السنه اللي فاتت الصراحه يعني حاجه محترمه خلص بطوله حاجه محترمه وكنا سعداء البطولات اللي بتبقى بصعوبه دي يا كابتن بتبقى ليها طعم مختلف مفيش حاجه بسهوله للنادي الاهلي النادي الاهلي طول عمره بيجد كويس قوي بيخطط وبينظم وبيتعب واللعيبه عارفه بفضل الله وتوفيقه طريق البطوله بيجي ازاي ان ميزه كبيره جدا يعني انت مثلا شفت احنا من 3 ايام كسبين زمالك 3-0 شوف الجديه على حسام بدري بعد الماتش بالليل في المؤتمر الصحفي عندنا ماتش تركيز شوف اللعيبه يعني ماتش كان ممكن الافراط مش عند لعيب النادي الاهلي المنظومه ماشيه في الطريق السليم فتلاقي الامور ماشيه في الطريق عشان كده دايما الاهلي بيكسب اللعيبه عارفه يعني تركيز يعني التزام يعني بطوله تيجي ازاي البطوله يا محمد ما بتجيش بسهوله
بطولات النادي الاهلي كلها جت بتعب واجتهاد واخلاص وفنيات ومهاره وبدني وخطط كل حاجه. الجهاز بيتعب جامد جدا وبيدرس المنافس وبيحضر كويس قوي. اللي هي بتجتهد على اكثر ما يكون يا محمد. الاداره بتحاول توفر كل ما تملك عشان تسعد الجمهور، الجمهور من قلبه بيدعي وبيحب الترابط والحب. بص للهدف ده عشان يعني فالوسطيه دايما واخد بال حضرتك والامور كلها ماشيه بوسطيه ومعقوله وامتى نفرح وامتى يبقى في فرحه وامتى في مبالغه، حاجات كتيره جدا. فمفيش حاجه عمر ما النادي الاهلي خد بطوله بسهوله ولا كسب ماتش بسهوله. يعني اعتقد يا محمد الفرق المنافسه بتجهز الاهلي كويس قوي، بتستعد كويس قوي، بتجتهد كويس قوي، وتعمل معسكرات وبتعمل، بتلاقي صلابه في الدفاع وتلاقي في فرديات وتلاقي تركيز وتلاقي التزام وتلاقي اجهزه فنيه بره. شوف بقى لما بيسجلوا جول في الاهلي بيجروا، بص الجول بتاع المصري اللي جاب ده بتاع مانجا احمد، بص جاب الدنيا اتقلبت، كانت هدف يدخل فينا، قصدي ده النادي الاهلي الكيان الكبير. فاللي اقصده ان الاهلي صرح كبير جدا ونادي كبير كل الناس بتسعد. ولما بقى يقول لك انا احقق الفوز على الاهلي او اكسب بطوله من الاهلي هعيش بقى، صح؟ لا بتفرق يا كابتن، دي حقيقه طبعا. فالحمد لله كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الحب اللي صنع كل المعجزات. صحيح. اللي في تاريخ طبعا. هو السؤال لحضراتكم كابتن، جزئيه ان النادي المصري اخر مباراه ليه كان قبل طبعا لقاء غدا كان يوم 5، حته الراحه كابتن ان هو يروح الامارات من بدري ويجهز بالشغل اكيد طبعا حته بتفرق في حته البدني كمان بشكل كبير، ان هم مريحين اكتر، عندهم الريكفري حصل من زمان، الدراسه بتحصل اكتر، هتفرق دي يا كابتن في جزئيه التعامل مع النادي الاهلي في هذه المباراه بالنسبه للنادي المصري؟ والله اقول لك حاجه، احنا لينا السبق وكسبناهم 2-0 السنه دي في الدوري، وهم دايما بيعملوا بريس على النادي الاهلي وبيعملوا ضغط على النادي الاهلي، وروح حسام حسن بتبان في كل لعيب عندهم. فهم حكايه الراحه دي طبعا بتديهم تفوق في التركيز اكتر. بيشوفوك وبيشاهدوك على ماتش الزمالك وبيشوفوا انت بتلعب ازاي وبيراقبوك وبيشوفوا المفاتيح الجيده اللي هي موجوده عندك في الفرقه. فبيحاول كل واحد في فرقه المصري انه يكون ليه الوجود، ليه الشرف ان هو يبقى موجود على التتويج وفي المناصب اللي هي اذا كان الوصيف او هو اللي بيكسب البطوله. فطبعا مما لا شك فيه انه ما فيش حد ياخد راحه ويقول لا، يعني ده انا ابقى قاعد بتفرج على المنافس واشوف بيلعب ازاي، والمنافس هو اللي بيعد نفسه متاخر عني بيومين، هو اللي بيسافر، هو اللي بيجي لي، بكون انا ريحت خلاص وعرفت الملعب وتعودت على الجو وتعودت على كل حاجه. وطبعا ده حاجه كويسه في صالح نادي المصري اللي حصلت دي. انما زي ما اتكلمنا وزي ما قلنا، الكيان والمبادئ والقوام الاساسي بتاع النادي الاهلي هو الحصول على البطولات، مش انه يلعب مباراه واحده بس ويكسب، لا هو دائما بيبص للنتائج اللي هي اخرها التتويج، اخرها ان انا اكون على المنصه وليس الوصيف. فلو خدنا اللعيبه اللي موجوده في نادي المصري بالروح اللي هم بيلعبوا بيها هي بيقدموا ماتشات قدام النادي الاهلي عظيمه جدا، انما لعيب النادي الاهلي حاجه تفرح الحقيقه. تعليمات بتتنفذ بالحرف الواحد، كل لعيب عارف ومركز هو مطلوب منه ايه، خاصه ان هو رايح يلعب على بطوله، فما بيبقاش فيه غير الا التركيز. التركيز ده بيسمح له خصوصا في بلد زي الامارات ان هو ينتج، يديني مباراه فيها شو وفيها لعب وفيها حتى الملعب بيديك، الملعب يفتح نفسك يا فاروق وانت بتلعب هناك، ملعب بجماهير. وعلى فكره لعيبه النادي الاهلي مش غراب عن الملعب ده، هم لعبوا في روما، لعبوا في احلى اداء عملوه، احلى اداء. تشوف اللعيب بيستلم الكوره براحته وبيشوف لعيبته براحته، والانطلاقات كتيره، والتعويض فيما فاته في المباراه بيبقى موجود، لان كل حاجه والاتموسفير والجماهير بتبقى مساعداك على انك انت تأدي. رايح تلعب ساعه ونص الحقيقه، تدي كل ما عندك فيها، في الاخر ان شاء الله يكون ليك الحظ وتتوج فيها. اكيد كل مجتهد نصيب، وكل واحد ركز في الماتش ولعب الماتش من اوله لاخره على حاجه واحده، هي الحصول على الكاس السوبر والوجود في حاله ان انا بعمل كل ده تحت سيطرة. يعني مفيش أي حاجة، مفيش خلاف، مفيش حاجة شاذة بتحصل، مفيش حاجة ضبط النفس وكل حاجة، لأن احنا بنمثل الكرة العربية والكرة المصرية على الشاشات وفي كل حاجة، والإمارات بتشكر إن هو بيحتضنونا. وحلو قوي الجمهور لما أنا بروح أتفرج عليه، وأنا جميل بتفرج عليه بيبقى عامل جو، عامل شكل في الملعب، فبتحس إن الماتش بقى سوبر مش سوبر، ماتش عادي أي حاجة بنقول هناك، بحس إن هي في حد ذاتها حفلة أو بطولة لوحدها في أي مكان
انما مع الامارات بيبقى لها شكل صحيح تاني. كابتن ربيع نفس الجزئيه بخصوص استفاده كابتن حسام حسن من وقت الراحه الاكبر بالنسبه طبعا عن النادي الاهلي. النقطه دي مهمه جدا ونقطه فنيه محمد لازم يكون لها حساب خاص لان انت لعبت الاثنين. المصري كان لاعب قبل الاثنين اخر ماتش ليه سموحه خد الراحه بتاعته واستعد كويس وحتى السفر كان للامارات دوله الامارات كان قبل النادي الاهلي بفتره. فانت طبعا هيكون في لعبوا ماتش كبير جدا وبذلوا جهد كبير جدا قدام النادي الزمالك الكلام ده يوم الاثنين. فلو انت تمشي بالبرنامج بالنسبه للكابتن حسام مع اللعيبه عنده اربع ايام. هو تاني يوم اكيد راحه يعني هم حتى فاكر لما سيد معوض دخل في قال لك احنا هنجتمع في المطار الساعه 1 الظهر. كانوا محددين ان في تمرين يا كابتن وبعد كده قال لك لا احنا هنروح على المطار. ده كان قرار صائب في الجزئيه دي. فالناس لازم تفهم ان برضو اللعيبه بشر والجهد الجهد اللي مطلوب كبير جدا وتحقيق الانتصار وفي نفس الوقت في ضغوط كبيره جدا مش بس على لعيب النادي لانهم نجوم ونادي كبير حتى برضو ممكن الاجهاد يبقى له دور كبير جدا والتعب له دور كبير جدا يا محمد لان اللعيبه لازم تستريح. خدوا الثلاث يعني لعبوا الاثنين ماتش الزمالك خدوا الثلاث راح الثلاث راح يبقى انا عندي تمرينتين بس عندي الاربع والخميس. الاربع محمد طبيعي جدا ان اي فريق بيرجع بعد الراحه بيعمل تمرينه متوسطه ما فيهاش احمال تمرينه متوسطه. انت عندك متوسط وعندك عالي وعندك فوق العالي وعندك الاقصى. الاحمال بتتوزع حسب عدد الايام وعدد الساعات والماتش امتى القبل والبعد. فانت عندك الاربع بتعمل تمرين متوسط ما بين 70 ل 80 90 دقيقه ما توصلش 100 دقيقه. اكيد فيها الجوانب الخططيه خلاص الجانب البدني الجانب المهاري هيطور فيه في الوقفه بس كلها على الواقف على الواقف على الواقف عشان اقدر اخد الشكل العام الحاله الهجوميه الحاله الدفاعيه التنظيم المصري بيلعب ازاي خطوطه ازاي احنا بيبقى تمرينه كلها جوانبها خططيه. الخميس طبعا ال 60 دقيقه من 60 ل 70 دقيقه بقول لك ان مفيش مش هيقدر يعمل اي حاجه خالص. خد بالك ال 60 70 دقيقه بيبقى فيها الثوابت بتعمل 20 دقيقة ما بتعمل 20 دقيقة 4-2 بتعمل 20 أو 30 دقيقة الكورنر الفاول البنالتي الفاول الحيطة ده اللي لازم الناس تعرفه. مفيش وقت خالص لأن الوقت قليل جدا. فرصة المصري في الراحة كانت أطول. فرصة المصري خلي بالك إنه راح قبل النادي الأهلي بفترة ولعب قبل النادي الأهلي في الدوري وخلص الأسبوع 17 فمن هنا بقى هو ده البرنامج. عشان كده لعيب الأهلي بإذن الله تعالى مهم جدا إن هم يناموا كويس باذن الله تعالى ويريحوا نفسهم كويس جدا. واكيد بقى الاستشفاء كان ليه دور كبير جدا في بعد مباراه الزمالك كان ليه دور كبير جدا طبعا مهم جدا لان الاستشفاء بالنسبه للعيبه رجاله بحجم لعيب النادي الاهلي محتاج ان الكابتن حسام اكيد طبعا الكابتن حسام قايم بالدور ده والدكتور والاجهزه اللي موجوده على اكمل ما يكون. في الحقيقه كابتن وانت بتتكلم برضو جزئيه الاجتماعات بقى خصوصا ما بعد السفر وانت قاعد هناك ده شيء مهم جدا. عشان كده خلينا نروح بس للتقرير الخاص بجزئيه المؤتمر الصحفي كابتن حسام بدري كان بيتكلم عليه. يعني اعتقد ان كابتن حسام كان دايس في هذه الجزئيه كابتن ربيع كابتن شريف. الاجتماعات الفنيه دائما اللي هي بتبقى موجوده بالنسبه ما بين الجهاز الفني اللاعبين خصوصا بقى لو كانت اجتماعات كلام او جزء فني بسبوره او بفيديو للفريق الخصم ده شيء مهم جدا جدا بيقوم به الجهاز الفني اللاعبين وبتفرق كتير جدا جدا. قبل يا كابتن بس ما نكمل كلامنا عن المباراه الغد والكابتن حسام بدري اكيد اتكلم في اجزاء مهمه جدا هنروح للتقرير مع كابتن حسام بدري ومؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا في الاستوديو. شكري لدورة الإمارات الشقيقة اللي استضافتها طبعا مباراة السوبر وكالعادة بنسعد إن احنا نبقى موجودين في وطننا تاني طبعا دولة الإمارات. سامع كده؟ بنشكر على حسن الاستضافة ودايما بنبقى سعداء واحنا موجودين في دولة الإمارات. إن شاء الله يعني احنا كلنا حريصين سواء النادي الاهلي وانا متاكد كمان النادي المصري ان احنا نقدم حاجه ان شاء الله كتير بالكره المصريه ان شاء الله وتبقى مباراه قمه في كل المستويات ان شاء الله. يعني من المنطقي والطبيعي ان الفريقين يبقى ليهم
طبعا دوافع ورغبه في الفوز بالمباراه بكره، واكيد ضمن حساباتنا برضو الفريق المصري طبعا فريق كبير وفريق مميز. لكن كل مباراه انا باكد ان كره القدم كل مباراه ليها ظروفها، لكن لابد ان انت برضو كل الاسباب اللي محيطه بالظروف بيبقى فيها ثوابت وبيبقى فيها متغيرات. اي فريق بيستعد لاي مباراه اعتقد لابد ان هو يحط في اعتباراته كل النقاط دي، وبالذات كمان لما بتكون مباريات يعني بطوله او نهائيه يعني بتحدد بطل. فاحنا واخدين بكل الاسباب وان شاء الله نبقى موفقين. بالنسبه للصفقات الجديده للمصري لابد يكون في اعتبارنا كمان، يعني احنا عارفين ومتابعين المصري ضم مين، وبنحط كل الاحتمالات اللي ممكن المصري يفكر فيها بكره، وان شاء الله نبقى جاهزين بشكل كويس لكل الاحتمالات دي، وفي نفس الوقت نفكر في نفسنا كمان، يعني احنا بنفكر في نفسنا وبنفكر في الاخرين، فان شاء الله نبقى موفقين باذن الله، ونكون حضرنا نفسنا بشكل كويس احنا واللاعبين ان شاء الله. كان كل طبعا تفكيري في مباراه الزمالك مرتبط بمباراه الزمالك وادائنا والفوز بالمباراه والسيناريو المباراه نفسه، لكن لما بتمر المرحله اثناء المباراه وتلاقي يبقى في توفيق او الظروف بتساعدك ممكن زي ما حصل ان انا اربط بقى تفكيري بمباراه المصري، لكن كان هيبقى من خطا جدا لو انا داخل مباراه الزمالك وحاطط في دماغي مباراه المصري، لكن ممكن احداث المباراه هي اللي تخليك كمدرب تبتدي تربط بمباراه المصري. لو كان في توفيق زي ما حصل وتبقى كسبان 3-0 وعندك مباراه بعد 3 ايام، في الوقت ده كمدرب ممكن تروح لمباراه المصري وتفكر فيها، وده اللي حصل بالفعل يعني. لكن لو دخلت مباراه الزمالك وانا بفكر في مباراه المصري كان هيبقى خطا كبير جدا يعني. ان كل لاعب مؤهل ان هو يبقى موجود في البدايه وان هو يستمر بشكل متواصل، وبعض الاحيان بيحصل تغييرات، والتغييرات دي زي ما انا بقول اكتر من مره برضو بيبقى ليها معايير، بيبقى ليها معايير فنيه، ساعات طبعا بتبقى فيه روتيشن عشان بنريح لعيبه. فباكد ومش كلام دبلوماسي ان لابد يبقى عندي منافسه، انا لو ما عنديش منافسه هيبقى عندي مشكله كبيره جدا يعني في ظل ظروف يعني زمالك اهلي زمالك فرقه بطوله وبتلعب على دوري، فلازم يبقى عندك منافسه على طول. فما اقدرش اقول ان الشناوي هو لا اللاعب الاساسي، ولا انا عندي الشناوي وعندي شريف عندي احمد عادل، كل واحد منهم مؤهل ان هو يلعب يعني. وبكره البدايات وسيناريو المباراه وكل ما بيمر الوقت في المباراه اكيد طبعا هو ده اللي بيحدد كيفيه التعامل مع المباراه ازاي من جانب الفني ومن جانب اللاعبين. ان خلي بالك برضو ان اللاعبين بيبقى ليهم دور في الملعب كمان بجانب طبعا المدرب وبجانب الجهاز الفني، فاكيد المباراه هتبقى مختلفه، لكن اكيد كل مدرب وكل اللاعبين بيتمنوا ان هي الظروف تبقى مختلفه لصالحنا ان شاء الله. يلا يعني ده جزء من المؤتمر الصحفي الكابتن حسام البدري. كابتن شريف واحنا بنتكلم على اجزاء مهمه فعلا الكلام مع اللاعبين قبل المباريات خصوصا في التمرينات، وكابتن ربيع برضه هيعلق لي على دي جزئيه اهميته بالنسبه للاعبين، وانت كده غنازك كمدير فني بتتكلم في اجزاء ووجودك في الملعب كمان المحاضره الفنيه داخل الملعب كمان بتفرق كمان يا كابتن شريف. طبعا بتفرق في كل حاجه، بس هو الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي بتخطط للموسم كله الحقيقه، بيبقى عارفين مواعيد المباريات شكلها ايه ومطلوب مننا ايه، تخطيط لكل مباراه ونوعيه المصري غير الزمالك غير سموحه، فالشكل والمحاضرات بتبقى كل واحد بيبقى عارف اسلوب اللعب، خلاص لعبنا راوند بحاله وشفنا المصري بيلعب مع الفرق كلها شكلها ايه، شفنا النادي الاهلي بالارهاق والاصابات والغيابات الكتيره برده مستحوذ وبرده بيقدر، فبتبقى عندك مشكله كبيره قوي. طب انت كل اللي بيلعبوا في النادي الاهلي زي بعض ما عندهمش اختلاف، طبعا القوام الاساسي يهز اي حد ويزعزع الثقه في اي فريق انت بتلعبه. انما لما تيجي بتتكلم على الايجابيات، الايجابيات في كل فريق ايه هي؟ الجري كتير اللي موجود في النادي المصري، الضغط اللي بيحبوا يعملوه على النادي الاهلي ويبقى لهم اسبقيه التهديف بيبقى مطلوب في المباريات اللي هي زي مباراه السوبر اللي هي مباراه 90 دقيقه فاصله عن انك انت تحرز بطوله، فالحوار دايما في البطولات غير الحوار على ماتشات في الدوري. الحوار في ماتش زي الزمالك وزي ما قال حسام كده كسبان 3 فخلاص يعني الحكايه بقت قدر يفكر ازاي يعمل تغييرات براحته ويريح لعيبه يدخل لعيبه ثانيه، فانك تتكلم في الملعب هناك وتتكلم هنا وتعدي ده من انتصار لانتصار. المصري جاي لك من خساره ايام سموحه،
انما انت جاي من مكسب كبير قوي بيديك ثقه ومديك سطو ان انت كنت الاول على الدوري، غير مباراه الاسماعيلي والنصر اللي حصلت دي رجعت الاسماعيلي بنقطه تاني على اساس ان هو بقى البطل تاني. الاهلي ما بيفكرش ولا بيخطط الا على الاستحواذ وانه يبقى الاول. المشكله مش مشكله عند النادي الاهلي الحقيقه، غير انها تصد الروح العاليه قوي اللي هي تبقى موجوده مع النادي المصري. يعني بمعنى ان انا لما هتكلم واعمل محاضره واتكلم على فريق المصري اللي انا هلاعبه اللي انا عايز اقتنص البطوله والوضع الطبيعي ليا، هشوف الايجابيات اللي موجوده عنده والسرعات اللي فيها، وسهل علينا ان احنا نقدر نعمل الكلام. اسمح لنا بس كابتن شريف، كابتن ربيع، ناخد على الهاتف طبعا الحاج زكريا عباس والد كابتن مؤمن زكريا، واللي ان شاء الله بكره يكون اخر مباراه، هتكون اخر مباراه ليه طبعا لمؤمن ان شاء الله، طبعا يودع طبعا بيه جماهير النادي الاهلي، تكون بطوله مهمه جدا في تاريخ مؤمن وفي تاريخ النادي الاهلي. الحاج زكريا ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك، تحيات كابتن شريف عبد المنعم وتحيات كابتن ربيع ياسين طبعا. الحمد لله تحياتهم دي، يعني بتشوف كابتن شريف والكابتن ربيع ياسين هم بيسلموا عليك كتير، يعني بيسلموا عليك كتير حاج. يعني مباراه اخيره لمؤمن قبل ما يسافر طبعا اهلي جده، يعني بتشوف ازاي انه يودع جماهير النادي الاهلي، خصوصا يعني يودع فريق النادي الاهلي بحاجه كويسه ان شاء الله، ده ماتش كده الزمالك يودع يجيب لنا كاس السوبر باذن الله. طب يا رب يا رب يا رب. انت كلمته في اليومين دول؟ بنكلمه ربنا يوفقه باذن الله. طب كلامه ان شاء الله هو عنده هدف ان الحته دي تبقى موجوده، ان هو يفرح جمهور الاهلي قبل ما يروح النادي الاهلي، يعني بيحبوا النادي الاهلي قوي. جميل. ربنا يوفقه، يعني مؤمن بتشوفه الفتره كلهم هو جاب الجون، اي حد من زمايله جاب الجون بس الاهلي يجيب السوبر. بتشوفوا الفترة اللي فاتت ازاي يا حاج زكريا مؤمن، يعني ووجوده في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت دي كلها؟ ده ابن من ابناء الاهلي. ده ابن من ابناء الاهلي. ده من 9 سنين في النادي الاهلي. جميل. هو لعيب ما شاء الله عليه كمان. ربنا يكرمهم كلهم جميعا يا رب. يا رب، لكن التجربة انت بتشوفها في السعودية هتفيده بشكل كبير؟ من وجهة نظرك كأب يعني. طبعا لازم تجرب هنا وهنا وهنا وتشوف. والله احنا نتمنى ان شاء الله بالتوفيق. وراح برضو نادي اهل جده، برضو اهل مصر واهل جده. طبعا برضو يعني طلع من بيته راح بيته اهل جده برضو. طب حاج، يعني بعد هذا الهدف الاخير اللي هو كان في لقاء القمه، اتكلمته بقى قلت له ايه؟ ربنا يوفقه، اصل الاجواد دي نصيب. اجتهد ربنا هيديك. بس الزمالك اصل مؤمن متخصص في هذه المباراه بشكل كبير يا حاج. ربنا التوفيق بقى من عند الله سبحانه وتعالى. كنت سعيد طبعا بالهدف ده. خصوصا انه كان في اول دقيقتين. صحيح. والله التوفيق لعوام مؤمن ان شاء الله. طب انت اخيرا بقى حاج زكريا، بكره ان شاء الله الماتش شايفه ازاي بالنسبه بقى للنادي الاهلي مش لمؤمن بس؟ النادي الاهلي هو ماتش صعب، الفريق المصري بيلعب حماسي. زي سامح حسن، فربنا التوفيق يديه للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله، ويرجعوا لنا بالسوبر باذن الله ان شاء الله. اخر حاجه بشرى خير للاهلاويه ان شاء الله وجمهور النادي الاهلي. طيب تقول ايه الجماهير الاهلي والمؤمن كمان في نفس الوقت؟ ربنا يكرمهم، ما احنا جماهير الاهلاويه. انت واحد من جمهور الاهلي. صحيح. صحيح ان شاء الله نسعدكم بكره ان شاء الله ان شاء الله. حاج زكريا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وبالتوفيق لمؤمن يا رب، ويرجع لنا كده من السعوديه ان شاء الله بشكل اميز مما كان ان شاء الله بامر الله. حاج زكريا عباس والد نجمنا مؤمن زكريا المنطلق على سبيل الاعاره لفريق اهلي جده. كنا بنتكلم كابتن على جزئيه الاجتماعات الفنيه كابتن ربيع واهميتها بالنسبه للاعبين قبل اللقاءات المهمه. طبعا في محاضرات مهمه جدا نظريه على السبوره، مفيش كلام، وفي محاضرات فنيه بتبقى بالفيديو يا محمد بتوضح لو في سلبيات، طبعا بتبقى النقاط السلبيه محدده، الحاجات المعدده السلبيه، وفي نفس الوقت الايجابيه اذا كان في اهداف معينه. في برضو الوقفه والانتشار ده مهم جدا، الملعب كله، وقفه الملعب. في برضو محاضرات بالنسبه لثلاث تلات الملعب، التلت الامامي والتلت الوسطاني والتلت الهجومي، لان سير المباراه مهم جدا، سير المباراه مطلوب ان انت تجتهد فيه كويس قوي، وفي نفس الوقت انت بتشوف المنافس برضو بتشوف سلبيات وايجابيات وبتفرج على اللعيبه، غير انك بتتكلم على السبوره محمد بتشرح له ان قوه المنافس في خط وسط ملعبه ولا في هجومه ولا قوته بتبتدي ازاي، قوته فين التلت بالظبط، طيب التلت الامامي هو بيلعب ازاي؟
هو بيروح عشان يسجل هدف بكم عدد من اللعيبه، وانا فرصه بقى ان انطلق اتحول من دفاع لهجوم عشان اروح بسرعه اسجل انا الاهداف. طب خط الضهر بيقف ازاي؟ طب هو بالنسبه ل الكروسات العرضيه يمين او شمال الوقفه ازاي؟ طب من العمق الحاجات دي كلها، الثوابت الكره اللي بيوقف ازاي، الفاولات الجانبيه القريبه كلها بشتغل حارس مرمى خطوطه وافراده وجماعيته، بشتغل على فرقتي وفرقته. فاكيد غير وقفه الملعب، غير ان جانب الملعب بقى اللي هو بيطبق فيه العملي في الملعب، يبقى عنده سبوره وعنده فيديو وعنده ملعب. يا محمد اكيد المحاضرات بطبعا بتاخد من 35 دقيقه 45 دقيقه 60 دقيقه، خد بالك المحاضرات. كابتن حسام اكيد كل يوم من ساعه ما راحوا كل يوم بيعمل اجتماع مع اللعيبه بيشرح لهم بعض من الحاجات الفنيه اللي موجوده للفريق وتحضيره والفريق المنافس لحد طبعا المحاضره الاخيره بتاعت بكره دي بتبقى قبل المباراه. كل مدير فني، في مدير فني يعملها قبل المباراه بيوم، في مدير فني يعملها في نفس اليوم عشان برضو التركيز والحاجات دي كلها والسريه بالنسبه للتشكيل، وده مهم جدا. وبتمشي بقى الصوره بعد كده بيبقى في تحضير وتسجيل ورؤيه فنيه من الجهاز الفني ومساعديه بالنسبه لاي فريق منافس بيلعبوه قبله. صحيح. خلينا بقى نتكلم مباراه الغد يا كابتن الشريف، يعني بتشوف بقى الطموح بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. عندنا لاعبين ممكن تبقى لاول مره هذه البطولات او البطوله دي بالذات تبقى بالنسبه لهم موجوده، ده بيفرق كمان في الدافع اللي موجود عند بعض اللاعبين النادي الاهلي يا كابتن شريف؟ طبعا بيفرق. ده انت بكره في جماهير، جماهير تحرك اي حد، يعني دول اللي هيخلوك بكره تلعب كوره غير عاديه عالميه بالنسبه لهم، هيطلعوا كل اللي عندهم. وعندك كمان حاجه في الماتشات اللي زي دي انت بتعتمد على الخبرات اللي موجوده، بتعتمد على القوام الاساسي بتاع الفريق. اذا كان مؤمن هيلعب معاك لفترات بكره او هيشترك من الاول او في بعض الاوقات، عندك اجايه وعبد الله السعيد ووليد سليمان دول القوام، ووليد ازارو ده قوامك الاساسي، دول اللي بيحددوا السرعات اللي موجوده جوه التيم، وهم اللي بيحددوا اللقاء شكله هيمشي ازاي. غير بقى خبره حسام عاشور وعمرو السوليه وفتحي ومحمد هاني وايمن اشرف وعلي معلول والشناوي، دخول عناصر جديده فيها اصابات قبل كده وتعويضيه، ما افتكرش انه هيلعب بسعد سمير اساسي يعني. فالمباريات دي بتبقى عايزه ناس عند جاهزه، ناس سليمه كلها، محافظه على لياقتها البدنيه. واللي انا شايفه ده يعني دي استشفى فعلا للفريق، والملعب الجيد بيخلي فريق النادي الاهلي دايما يلعب جيد، يعني بيلعب كويس قوي، بيلعبوا على ملعب نظيف، بيعرفوا يلعبوا يطلعوا الكوره اللي عندهم كويسه. عندك من الاطراف، وده اللي دايما بيمتعني وبتفرج يعني بيديني الثقه دايما ان انا موجود في الملعب، اللي هو علي معلول واحمد فتحي، بيدوني حاله دايما في اي وقت ان هم جايين القادمون من الخلف على اي شكل، جاي بقى من الطرف او جاي من الطرف اللي هو بيخش لجوه ويكمل، بيصوب، بيعمل عرضيات. الميزه في الاثنين دول كمان يا فاروق ان هم بيشوفوا الناس اللي جايه من الخلف شكلها ايه، بيحضروا. زمان احنا كنا بنروح رايحين ولاعبين الكوره بالعرض يا فاروق، وانت تجري وتطير وانا اجري واطير ونقابل ونلعب ونحرز اهداف وجاي. بس المره دي بقت الحكايه فيها خبرات الحقيقه جميله جدا، اللعيب بيشوف زميله، اللعيب بيشوف تحركات الناس جوه خط ال 18، اللعيبه كلها عندها شبك ان هي تخش جوه 18 وتحرز هدف، هو ده الفريق اللي بيبقى متميز. بس ما ينفعش اثنين يهجموا على سبعه والاثنين دول يحرزوا هدف في السبعه، دي بقى بتبقى علامه الاستفهام. النهارده انا داخل واحد وعمل لي بالعرض وراح واحد سنتر فيرود سابق المساك وراح محولها براسه زي الاهداف اللي بتيجي فينا، بتبقى يعني بتبقى اهداف حقيقه احنا بنسميها اهداف خايبه عبيطه، يعني ازاي تخش فينا هدف زي ده ويروح مننا بطوله زي دي في حاجه زي كده، عشان مفيش تركيز او في لعيب بره الحسابات في اللياقه او اي حاجه زي كده. فعشان كده بتبقى عايزه لعيب سليم 100% مركز 100%، رجليه في الملعب على طول، والبدائل والحاجات اللي انت بتحتاجها برده في ناس قاعده بره لا ينقصها اي شيء غير ان الناس اللي جوه دي لعبت كتير قوي مع النادي، ودول جايين لسه النادي بقالهم سنه او اتنين ما خدوش الفرص الكتيره قوي ان هم يلعبوا برده بنفس الشكل، زي اسلام محارب مثلا وميدو جابر واحمد حمدي وحمودي على طول متعور. انا ما اعرفش يعني قصته دي هتبقى والله احنا نتمنى حمود من اللعيبه المميزه كابتن، يعني نتمنى ان هو رجليه بقى تاخد في الملعب مش عايزين يتعور بس. هو بيفكرني بزيزو، فاكر زيزو والله يعني يديله الصحه ربنا. كابتن زيزو طبعا، كابتن زيزو دايما عنده كوره عاليه قوي وعضلته ما كانش بتسمح له غير بالاشتراك نص ساعه تلت ساعه هاف تايم. فمن مش عايز حموده يخش يعني ونجر لهذا الشكل من اللاعبين اللي هم بيبقى عندهم كوره عاليه وعضلاته مش شايلاه ان هو يقدر ينفذ او بيعمل مجهود فوق
العضلات بتاعته وهو ما بيرجعش سليم 100%، يعني ياخد وقته بقى، يعني ياخد وقته في الاصابه، يبقى في الاصابه اي لعيب كمان لو خد وقته ورجع زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما كانش رجع سليم ما كانش اداك الفتره اللي فاتت دي بهذا الشكل يعني. صحيح. كابتن ربيع، خلينا اربط مباراه الغد بمباراه القمه، يعني تعتبر مباراه القمه تعتبر نهائيات يا كابتن في نفس الوقت، وبطوله في بالنسبه للفرقتين، المكسب والحاله المعنويه بالنسبه لهذه المباراه ده بيديك دافع ليه برضه. المباراة المصري كانت بشكل كبير، لكن الشكل الفني هل هيختلف بالنسبه للنادي الاهلي عن مباراه الغد؟ الدوافع بكره للفرقتين. الدوافع للنادي الاهلي ان هو طبعا النادي الاهلي خرج بمباراه كبيره جدا و3-0 طبعا ما فيش كلام ان دي ليها دفعه كبيره جدا بالنسبه للجوانب المعنويه والنفسيه والفنيه، ما فيش كلام لعب النادي الاهلي. الدوافع في ان النادي الاهلي والرغبه موجوده ان يكسب سوبر بطوله، هتبقى البطوله العاشره باذن الله تعالى. الدوافع عند النادي المصري ان اول بطوله في تاريخه ياخدها، فالدوافع موجوده. انا اعتقد ماتش بكره بيختلف تماما محمد عن ماتش الزمالك، لان بكره القصه في الملعب هتبقى مش سهله ابدا. يعني ماتش بكره على المستوى الفني خلال احداث المباراه مش هيبقى بسهوله زي ماتش الاهلي. ماتش الاهلي والزمالك الجانب اللي كان قدام النادي الاهلي مع احترامي الشديد لنادي الزمالك بجماهيره وادارته ولاعبيه وجهزه الفنيه انه كان سهل سير المباراه بالنسبه للاعب النادي الاهلي، كان سهل يا محمد سير المباراه. خد بالك في جوانب كثيره جدا المدرب بيحضر بيها فرقته. انت بص اول دقيقتين سجل النادي الاهلي في ماتش الزمالك، الامور كانت سهله، فيش خطورة على النادي الأهلي، نسبة الاستحواذ كانت كتيرة، لكن الأهلي لعب على الإيجابيات، سجل ثلاثة وكان ممكن يسجل أكتر، الأمور سهلة. فأنت بكرة فرقة المصري أكيد عندها جوانب بدنية، أنا عارف يعني كلنا حافظين حسام حسن اللي بدور بداخله من ساعة ما بقى مدرب. الكابتن حسام حسن من مدرسة الكابتن جوهري، اللي بيعرف النهارده بيعتمد على الجانب البدني رقم واحد، الجانب البدني لو تلاحظ اللعيبه بكره هيبقى في جري كتير، في سرعات كتيره، في قوه بكره. بعد كده الجانب الخططي، حسام دايما بيحفظ لاعبيه الوعي الخططي خلال احداث المباراه. اعتقد ان في سلبيات شفناها الفتره الاخيره هو الجانب الدفاعي، ان يبقى كسبان اثنين ويدخل فيه ثلاثه من سموحه دي اخر مباراه، في جوانب كتيره جدا سلبيه اكيد الكابتن حسام بيشتغل عليها، وخاصه في الثلث الامامي بتاع المصري. الثلث الامامي فيها اخطاء كتيره جدا الفتره الاخيره، مش ده المصري بتاع الموسم الماضي. خد بالك على المستوى الفني في بالنسبه للكتله الهجوميه والدفاعيه الفرديه والجماعيه. انما النادي الاهلي مطلوب منه كتير يا محمد، لاعبي النادي الاهلي مع الكابتن حسام مطلوب منهم كتير جدا، ال 90 دقيقه مطلوب حاجات كتيره جدا عشان اقدر احافظ واطور واوصل واسجف وما يجيش فيا حاجات كتيره جدا. اكيد الكابتن حسام محافظه للعيب مهم جدا وسط الملعب، وسط ملعب النادي الاهلي هو اللي يقدر التقل كله الفني بيتحول من دفاع لهجوم وهجوم لدفاع. ازاي النهارده الترابط اللي موجود بين الثلاث خطوط، ازاي النهارده انا اعتمد بشكل فني واطور عن طريق جانبين وكورسات العرضيه زي ما عمل وليد وسجل، خد بالك وعمل وليد لازار وراع، ازاي هعتمد على سرعه ازارو النهارده في الثلث الامامي، ازاي ترابط الثلاثي المرعب اللي تحت ازارو واروح بيهم على الجول، ازاي مين اللي هيزيد من السوليه واروح عشان التصويب، عبد الله الماسترو بتاع النادي الاهلي اللي بيقدر النهارده يعمل التمرير المباشر اللي هو الحاسم اللي في اي وقت، زي ما عمل تمريره حاسمه للباك ليفت بتاعنا معلول وجاب منها بينالتي في ماتش الزمالك. هو ده كتير، زائد المدافعه والتحول، زائد اقل عدد من التمريرات، التحرك، حاجات كتيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي لازم بكره محمد ينفذوها عشان الجيم يبقى سهل. حسام البدري من وجهه نظري باذن الله تعالى لازم يفرض اسلوبه من اول دقيقه باذن الله تعالى. الهدف المبكر اعتقد انه هيريحنا وهيفرق معانا قوي في الشكل الفني بالنسبه لفريق النادي المصري. صحيح يا كابتن. خليني اقول لحضراتكم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اتصل هاتفيا طبعا للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي واي شيء ممكن يكون تلزمه البعثه، لكن طبعا كل حاجه تمام في الامارات. ايضا كابتن سعد حفيظ بياكد زي ما حكينا كده في الانترو ان المباراه الساعه 6 ومفيش اي تغيير في ميعاد المباراه، 6 بتوقيت مصر
و8 بتوقيت الامارات. يمكن ده مهم جدا ان في لخبطه حصلت في ميعاد المباراه، لازم ناكده على حضراتكم وناكد طبعا على جمهورنا جمهور النادي الاهلي وميعاد المباراه. خلينا نروح لتقرير او المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الغد والسوبر الفراعنه. كل التقدير والاحترام طبعا في وجودنا هنا ومقابله مع نادي الاهلي، نادي شقيق، نادي كبير في نادي في مصر. ان شاء الله يكون المباراه تليق باسم الكره المصريه وسمعه الكره المصريه والوطن العربي ان شاء الله. الحقيقه يمكن مجرد تشرفنا هنا ووجودنا في البطوله، فدي هي بطوله يعني قبل ما نشترك، قبل الحمد لله وصلنا لنهائي كاس، ونكون ان احنا طرف مع نادي من ناديين كبار زي النادي الاهلي او الزمالك، فاعتقد دي في حد ذاتها بطوله. بقدر طبعا اللاعبين اللي موجودين، دي من طبيعه اي مدرب ان هو يشوف الايجابيات والسلبيات اللي موجوده عندي وعندي المنافس. فسؤالك مهم جدا طبعا، تقدير لكل ايا كان حد يلعب، اي لعيب في النادي الاهلي هو ليه قيمه كبيره وعنده خبرات ومتعود على المواقف دي. طبيعه الحال طبعا زي ما انا قلت لك، والسؤال اللي كان موجود عندي، لما يكون عندي اصابات وعندي مشاكل ممكن يعني تبقى ممكن الظروف تبقى في صالح المنافس او ضد، او اللعيبه اللي هي بتلعب عندها طموح ممكن تلعب او تقدم مستوى عالي. طبعا التشكيل معايا واللعيبه حاسه، بس انا من يعني من المدربين اللي بخلي اللعيبه كلها جاهزه لحد في اوضه اللبس، ان هو قادر ان هو يلعب، لان عايز التركيز يكون متواجد وهو قبل ليله المباراه انه عامل حسابه انه يلعب. فتركيزه الدفاعيه بالنسبه لي انا عندي كل الثقه في الموجودين، سواء كوفي واسلام واحمد احمد جوده. والنادي الاهلي جاي بعد من يومين كسبان نادي الزمالك، فطبعا اكيد يعني النادي الاهلي في احسن حالته الفنيه والذهنيه والمعنويه. فطبعا دي النادي المصري قد ايه المباراه مش هتبقى سهله للطرفين، ولكن احنا بالنسبه لنا يعني انت ممكن تقول انت لو انت السؤال كان ممكن هتستغل حاله النادي الاهلي بعد خساره، لكن دلوقتي حاله النادي الاهلي بعد مكسب اكيد احنا جاهزين لكل الحالات ان شاء الله، ونستفاد من المباراه بتاعت الاهلي والزمالك اللي فاتت. بجد ترحيب بحضراتكم. ده طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، وبعد طبعا الامور الخاصه بالمباراه. واكيد كابتن حسام بيفكر بشكل كبير في المباراه، وان هو عنده طموح مع فرقته ان هم يحصلوا على هذه البطوله. خليني اروح سريعا على الهاتف، معايا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار واحد اعظم المعلقين المصريين، لازم نقول كده فعلا، المعلقين المصريين على المباريات، كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي مساء الخير عليك كابتن. مساء الفل، تحياتنا ليك يا كابتن، تحيات كابتن شريف عبد المنعم، وتحيات كابتن ربيع ياسين. اهلا وسهلا، تحياتنا ليك كابتن. كابتن يعني حضرتك واحد من افضل واعظم المعلقين المصريين على المباريات، يعني اكيد مباراه الغد بيبقى ليها طابع خاص، خصوصا لما تكون نهائيه او بتبقى مباراه بطوله. كابتن ميمي الشربيني دائما كنا بنستمتع بيه، وخصوصا يعني المباراة النهائية بالذات يا كابتن. هو وضع طبيعي المباريات الكبيرة دي بيبقى الواحد بيهتم بيها، بحاول يسأل الجماهير بنوعية المباراة وطبعا التفاصيل وربط الاحداث والشغل ده كله، هذا طبيعي. انا ما انسلكش يا كابتن وانت بتعلق على مباراه 4-4 اللي انت تتذكرها لما حرزت انا الهدف الثاني. يعني بص حاجه جميله بصراحه، احنا كنا بنستمتع بكابتن ميمي بشكل كبير، يعني حاجه ممتعه فعلا كابتن. نفتقدك حاليا في التوقيت الحالي يا كابتن. لا يعني البركه بقى في الموجودين يعني. لا بس ازاي، لا ازاي، زي ما كنا بنتكلم على كابتن لطيف كابتن جويري طبعا. يعني طبعا وحشنا يا كابتن ميمي. انا شريف عبد المنعم.
يا شارف وحشني يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ احنا مقصرين معاك والله انا عارف. لا لا ابدا والله احنا مقصرين جامد والله. شايفك. لا لا ربنا يخليك حضرتك استاذنا وكابتننا ومدرسه تعليق فوق الوصف وتدريب وكل شيء. لا انا بتابعك اهوت ربنا يوفقكم كلكم يعني. طمنا عليك يا كابتن. طمنا عليك يا كابتن. حضرتك في يعني ايه الاخبار؟ فين حضرتك كده يعني؟ طمنا على كابتن ميمي. انا في جمصه الحقيقه. والله يا كابتن برافو عليك والله. صيفت وبعدين قعد شويه كده. طيب كابتن يا ربنا يبارك في صحتك كابتن. لكن خليني اقول لك كابتن افضل او النهايات اللي حضرتك علقت عليها بشكل ما. والله هو في ماتشات كتيره للاهلي والزمالك، وخصوصا في ماتش انا فاكره انتهى بالتعادل واتعمل فيه وقت اضافي حاجه زي كده يعني. اذا كانت الذاكره ما تخنيش يعني. وهي انت عارف ماتشات الاهلي والزمالك دي احنا بنقول مباراه قمه لجماهير مصر كلها. ايا كان حتى في الاسماعيليه جماهير الاسماعيليه برضه تلاقيهم يا اهلي يا زمالك يعني. صحيح. نادي الاسماعيلي تبعهم لكن بيحذفوا ناحيه الاهلي او الزمالك، والناديين طبعا معظم اللعيبه مين امتداد ل والناس بتتابعها وان شاء الله نشوف ماتش كويس يعني. كابتن ميمي حضرتك علقت لمباريات الاهلي والمصري، تتذكر برضه مباريات كانت قويه ما بين الفريقين حضرتك علقت عليها؟ والله انا طبعا انا علقت على ماتشات كتير من طبعا 100% الاهلي والمصري علقت عليه. بتبقى ليها طابع خاص برضه مباريات الاهلي والمصري كابتن. طبعا انت عارف جمهور بورسعيد بيعشق كرة القدم وبيعشق فريقه، ومش عاوز اقول لك ان هو بيبقى ضد النادي الاهلي على اساس ان النادي الاهلي هو بياخد البطولات وبتاع، فبيهمه النادي المصري يكسب الاهلي عشان يمنعه من حاجه من بطوله من حاجه. لكن طبعا النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره، المصري ليه شعبيته بورسعيد مفيش شك. صحيح يا كابتن. دائما بيبقى كابتن ميمي ليك لازمه كده في المباريات. بكره لو في كابتن ميمي بيعلق على المباراه اللازمه اللي ممكن تبقى موجوده ايه؟ خصوصا السوبر معمول في الامارات يعني. لا والله اصل بتبقى اللي محتاجه تحضير يا كابتن. طبعا حضرتك كنت بتحضر كتير يا كابتن طبعا قبل اي مباراه. في حاجه بتفرض نفسيها ساعتها. في حاجه انت محضرها، ما لازم ما تخش افكرك انا باللازمه بتاعت سونجو وبونجو وطلع فوق سونجو وبونجو. فاكر انت الجول بتاع مجدي عبد الغني ده اللي كان في بطوله افريقيا؟ والله مش فاكر قوي لكن طبعا فكرني. انت مش فاكر مجدي اصلا؟ لا ازاي بقى؟ كان ليك لازمه يوم ماتشات افريقيا دي، كنت بتشحن الناس يعني الحقيقه مدرسه. طبعا الماتشات الكبيره دي بيبقى ليها دور بالنسبه لينا كمعلقين، او بالنسبه لي انا كمعلق يعني بهتم بيها قوي وبرتب لها كويس قوي. وبعدين الاحداث بقى غير المعلومات اللي عندك، في احداث بتحصل فانت هنا بقى تكون صح والتعليق الجميل. اهم حاجه كابتن اكيد التقديمه الاولانيه للمباراه دي بتبقى مهمه جدا، تحضرها ولا انا غلطان؟ لا هو طبعا لازم. ما اشوف هقول لك حاجه، هم كله مهم يعني. انت عشان المباراه تبقى ناجحه وانت بتعلق عليها في مقدمه ليها طبعا، وفي ربط احداث، ربط اللي هو في الموضوع قبل نفس المباراه ما بتلعب او اثناء المباراه بتلعب، في ربط احداث يعني يكونوا لعبوا قبل كده بفرقتين، يكون حد جاب حاجه من النجوم اللي بيلعبوا، اللي هي ربط احداث بتفكر الناس فيها يعني، مهمه جدا جدا طبعا. صحيح. كابتن ميمي يعني انا يعني مش عايز اتعبك اكتر وكده، وبشكرك كابتن ونتمنى تواجدك في قناه الاهلي كده متواجد معانا كده كضيف ان شاء الله، ويعني استمتع بيك كابتن ميمي الشربيني واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ومن اعظم المعلقين على المباريات في الدوري المصري واي مباراه الصراحه بتستمتع بيها، حتى لو كانت ماتشات اوروبيه في كاس العالم كنا بنستمتع بكابتن ميمي الشربيني. بشكرك كابتن ميمي طبعا يعني تواجدك معانا على الهاتف وترجع لنا بالف سلامه من جمصه يعني. كابتن ربيع واحنا بنتكلم يعني دائما التعليق في مباراه النهائيه برضه بيبقى ليه طعم كده، الواحد لما بتستنى واحد معين يا كابتن ربيع. طبعا الكابتن ميمي نجم كبير طبعا في النادي الاهلي ومنتخب مصر مفيش كلام، وقيمه كبيره جدا في التعليق
وليه مدرسه خاصه كده كابتن ميمي الشيا. طبعا احنا كلنا عصرناها وهو قيمه كبيره جدا ومثقف جدا جدا وما شاء الله يعني محبوب من الجميع وعنده كاريزما قبول غير عاديه من الجمهور الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي وكل الناس. وهو راجل محايد جدا جدا مع انه نجم كبير جدا في النادي الاهلي، لكن الكل كنا بينتظره على مستوى الماتشات الدوليه. علق كاس العالم، علق كابتن اه طبعا كاس العالم وعلق افريقيا، ما تنساش ماتش اول بطوله افريقيه في النادي الاهلي، النادي الاهلي كان ماتش بره بتاع كوماسي بتاع غانا هو اللي علق عليه، ما كانش مذاع واخد بالك. فلا ده ليه صولات وجولات، والكابتن ميمي قيمه كبيره جدا والناس ومدرسه فعلا. اعتقد انه ربنا يديله الصحه يا رب يا رب متالق دايما وبصحه جيده وكل حاجه كويسه. صحيح كابتن شريف، انا جزئيه الانتقالات الخاصه بفريق نادي المصري وتاثيرها بقى في مباراه الغد، ولكن خلينا نروح لتقرير لحسام عاشور وكلام عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين. وسؤال الانتقالات الخاصه بفريق نادي المصري هتاثر ازاي ايجابيا ولا سلبيا مع فريق المصري؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بحيي طبعا حضرتك، بقول الحمد لله الناس كلها مركزه زي ما انت قلت. ماتش الزمالك بيدي النادي الاهلي دفعه للماتش بتاع السوبر، احنا تركيزنا في ماتش السوبر من بعد ماتش الزمالك على طول. يعني انت الحمد لله خلصت الماتش بعدها على طول اتكلمنا مع اللعيبه اللي انت تركز في الماتش اللي جاي، خلاص انت ما فيش وقت بين الماتش والماتش، هو 4 ايام فلازم يبقى تركيز عالي جدا، وده اللي اتكلمنا على اللعيبه معاهم يعني. فبقول ماتش بكره ان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا باذن الله، بنلعب فريق كبير زي فريق المصري معاهم مدرب محترم طبعا زي كابتن حسام حسن، فاكيد هيبقى محفزهم جامد جدا، واحنا عارفين النقطه دي في كابتن حسام. فكابتن حسام البدري طبعا بيشتغل على اللعيبه كلها، اللعيبه اللي جت جديده عند المصري وبيحفظنا حاجات، احنا بقالنا يومين بنتفرج على سيديهات ليهم، فان شاء الله نبدا ان شاء الله السنه الجديده باذن الله بالبطوله دي هتفرق معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. الحمد لله كله جاهز الحمد لله، عذره كان فيه بس غرز هنا بس الحمد لله. الشناوي كويس، والشناوي الحمد لله كويس، من الشناوي والشناوي كمان كويس الحمد لله، ايه دي ما فيهاش حاجه البوكس اللي دلوقتي ما فيهاش حاجه الحمد لله. فبقول لك ان شاء الله الناس كلها مركزه والناس كلها على قلب راجل واحد، اللي بره زي اللي جوه الحمد لله ما فيش اي حاجه، اللي يلعب ان شاء الله ويأدي ال 90 دقيقه، واهم حاجه التوفيق يبقى حالفنا ان شاء الله بكره. لو خدناه ان شاء الله باذن الله ناخدها بكره ان شاء الله، يبقى البطوله 33. لا بتمثل لي طبعا حاجات كتيره، يعني احنا تعودنا في النادي الاهلي او اتعلمنا او اتربينا في النادي الاهلي اللي انت ما تقفش عند عند عند, عند ليميت، يعني ما فيش ليميت عندك، انت على طول عايز تكسب، على طول عايز تجيب بطولات للنادي الاهلي، مش بطولات لحسام عاشور بس، انت لما تجيب بطوله بتجيبها للنادي الاهلي الاول وبعد كده بتدخل في الدولاب بتاعك. التوقف عن حصد البطولات مرفوض من جماهير الاهلي، من مجلس ادارته، من اللاعبين والجهاز الفني، ودائما ده في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله يكون ده معلوم عند الجميع. يعني طبعا ان شاء الله بكره يكون حاجه كويسه، حصد بطوله جديده لدولاب بطولات النادي. الكابتن كنا بنتكلم على فريق النادي المصري واللاعبين الجدد، سواء بقى بنتكلم في عبد الله الشامي لاعب النادي الاهلي السابق، واسلام عيسى، ووتارا اللاعب المنتقل من وادي دجله لفريق المصري. كابتن حسام حسن هيستخدمهم بكره بشكل ما، هيكون عامل ازاي؟ هل هيكون تاثيرهم ايجابي ام سلبي؟ والله انا ادام هو حسام حسن شافهم واختارهم يبقى اكيد هو حاسس ان زي ما كان بيتكلم دلوقتي على السلبيات والايجابيات اللي عنده، اكيد بيبقى هو شايف عايز تدعيم في بعض المراكز، فعشان كده اختار اللعيبه دي، واحنا شفناهم في الدوري ده وهو شافهم معانا. فهو بس الكلام على عبد الله الشامي ان احنا ما شفناهوش، يعني كان بيشترك وبيتمرن مع النادي الاهلي بس، انما اسلام عيسى لعيب كويس، بيحضر كويس قوي. خلينا نقول وليد حسن برضه، وليد حسن من سموحه لعيب هايل، وحسام عينه كويسه، يعني بتعرف تختار لعيبه تقدر تخدمه وتقدر يكون عندها نفس الروح اللي هي بتواجهه في كل المباريات، يعني سرعات، يعني التزام، يعني بيحس ان هو لما هيكون عايز مركز زي ده اعتقد ان هو شايف كل المقومات اللي موجوده في اللعيب اللي يقدر ينفذ له، ولو على الاقل بكره
يشترك لفترات يعني. اعتقد ان هو مش هيجازف وينزل باللعيبه دي، يجوز يكون اسلام عيسى، انما الباقي اعتقد هيكون ليهم حق ان هم يشتركوا على فترات من المباراه. ولو فكر حسام حسن في تنظيم اوراقه خلال ال 90 دقيقه على اساس انه يصد ويوصل لغايه النقطه الدقيقه 90 ان هو موجود جوه المباراه، يبقى ده التفكير السليم ان هو هيقدم مباراه ان شاء الله. وانا شايفه محترم المنافس جدا، ومفيش نفس النبره اللي هي بتاعت كل مره انا هنزل وهكسب وهعمل، انما انا شايف ان هو هيقدم مباراه جيده باذن الله بكره. وفي دروس مستفاده كتير من اللقاءات اللي فاتت، يعني اذا كان لقاء في الدوري او من كاس اللي فات، وانه بيخسر الكاس في 5 دقائق يعني في اخر ثانيه وبيروح منه الكاس، دي حاجات برضو هو ما بتروحش عن باله، انه ممكن ياخد الايجابيات منها ان هو كان متفوق وكانت لعبته من دياله في الملعب وبتخليه موجود لاخر ثانيه في الملعب، انه بيخسر النادي فكان التعاطف كبير قوي معاه ومع النادي المصري انه خسر بطوله زي دي بهذا الشكل، وهي بطوله اكبر كمان من بطوله السوبر. صحيح. عشان كده النهارده في شكل تعويضي بالنسبه له انه يكون في دبي وموجود على منصه التتويج، هل ان شاء الله بكره هيكون الحظ بتاعه بيضحك ولا هيكون الوصيف؟ فباذن الله المباراه تطلع جيده جدا على مستوى الايجابيات والسلبيات في الفرقتين. بالنسبه للعيبه اللي انت بتتكلم عنها، اعتقد صعب قوي ان انت بتدخل في الفورمه واحد جديد عليك كده فجاه وتاخد منه الماكسيموم، يعني اقربهم وطاره، يعني ده اللي ممكن كابتن حسام البدري كابتن حسام حسن اسف يستخدمه، لان طبعا بانسي اللاعب اللي مش موجود فهو وطاره يمكن بيجهزه كمان بشكل كبير. يعني هو وطاره عاوز لعيب افريقي، يعني مش محتاج ان هو يبقى متجهز. هو حافظ حته الهاف ليفت على مداك، بيلعب في الناحيه الشمال في الهاف ليفت، وبيقدر ينقل نفسه راس حربه تحت الفراوده، وبيقدر يشوط وبيشوط من اي حته. الراجل ده احنا شفناه كله بيصوب، عنده الثقه وعنده كل عام، فده ممكن يكون من مفاتيح فعلا اللي انت دايما بتتكلم كده، تضيف عليه الشكل الهجومي شويه، لان هو محتاج تدعيم في الشكل اللي قدامه. يعني احمد جمعه محتاج حد دايما يجي من وراه، او دايما يبقى اسيست معاه في كل المناطق اللي فيها خطوره داخل على الفرقه الاخرى يعني. فده حسام بقى خلاص يعني تمرس وعارف، وحسام البدري عارف كل يعني ملم بكل الحاجات اللي هي جايه عليه الجديده دي، فبنذاكر مع بعض الايجابيات اللي هي حصلت في النادي المصري. اللي هو اعترف بنفسه حسام حسن، قال لك هم جايين من يومين، يعني لعب ماتش الزمالك يومين وكان موجود هنا، فبتبقى الحكايه برده صعبه على المديرين الفنيين ان هم يطلقوا العنان لفرقتهم ويخليهم على كل الجبهات، فلازم يبقى في تنظيم شويه في خلال المباراه في شغل نص الملعب، وفي تقارب بين الدفاعات وتقارب من الهجوم، فده شغل هيبقى بين الاجهزه الفنيه باذن الله. كابتن عندك تعليق على حته اللاعبين او جزئيه اللاعبين اللي انتقلوا بشكل ما جديد لفريق المصري واستخدامهم في نفس الوقت؟ اسالك على تشكيل النادي الاهلي وابرز الاختيارات اللي كانت حسام بدري بالنسبه لبديل رامي ربيعه، هل هيكون سعد ولا هيكون محمد هاني؟ هو بالنسبه لفريق مصري وحسام حسب الحاله وحسب الطريقه وحسب اداره المباراه وحسب قوه المنافس وحسب سير المباراه، انا بختار التشكيله من تحتي. هو طبعا عبد الله الشامي ده الوفد الجديد من النادي الاهلي اللي سابه وراح مضى في نادي الزمالك النادي المصري. هو طبعا اعتقد مش هيلعب على حساب اثنين مهمين جدا فهم في خط ظهر النادي المصري، هو كوفي محمد كوفي واسلام صلاح، دول المهمين الاساسيين اللي بيعتمد على الله ثم عليهم حسام حسن، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان احمد جمعه راس حربه الصريح بتاعه، ولو احتاج وطاره بيبقى حسب الحاله، لو لعب اثنين راس حربه ممكن يبقى في وطاره مع احمد جمعه، لو لعب باثنين راس حربه او راس حربه صريح وتحتيه الراس حربه اللي بيديله التحرر والمساحه بيجي مع وسط الملعب. وليد حسن واسلام عيسى طبعا دول جم من سموحه وجم من النصر، قوتين كبار جدا، لعيبه على اعلى مستوى، اعتقد ان حسام هيلعبهم بكره، لان دول لعيبه عندهم خبرات ولهم دور، هو جايبهم عشان يطور بيهم الشق الهجومي، عشان يروح بيهم، عشان يكسب بيهم، عشان يحقق انتصار بيهم، عشان يكسب بطوله. هم اثنين كانوا ماشيين كويس قوي في النصر وسموحه، واثنين وسط ملعب مهاجمين وعندهم مهاره عاليه جدا يا محمد، فدول ممكن بشكل كبير جدا ان ممكن يبقوا موجودين. الباقي طبعا هو اللعيبه اللي عنده اللي مثبته في مراكزها، ده بالنسبه للنادي المصري. انا اعتقد ان بكره بمشيئه الله تعالى التغيير بالكثير ممكن يكون واحد بس في تيم النادي الاهلي، او اثنين بالكثير جدا يعني، على اساس ان كل الثوابت والماتش الاخير الناس كانت، لان تثبيت الحاله
تثبيت الاداء يا محمد، تثبيت اللعيبه والتشكيل، واللي هيديني حاله هيديني اداء، هيديني تطوير، هيديني الشخصيه اللي انا راسمها في دماغي، هيديني الجوانب اللي انا عاوزها كلها. اذا كنت بدافع بتحول تمرير حسم سيطره تحرك انسجام تفاهم انهاء هجمه، فهي الحاله دي كانت موجوده في اخر مباراه بتاع الثلاثه. فالطبيعي جدا ان الحمد لله هتلاقي كل امور. وبعدين الجهد الفني البدني ما كانش كتير، كان سهل. فبرضه من هنا ممكن انا احتفظ بنفس القيمه الفنيه اللي انا اشتغلت بيها في ماتش الزمالك مع اضافه ممكن واحد او اثنين. اولاني اللي هو ظروف الاصابه صحيح بتاع رامي ربيعه، ايمن اشرف خد محمد هاني اجهز واد، لانه هو عاوز لاعب سعد، كان لاعب سعد وغيره ونزله. مش ممكن يكون كان خايف يا كابتن في الماتش ده ان ما خلاص انا عندي اجهز برضه، ما انا عندي اجهز، ما انا هاني ممكن هو وارد. ده انا بقول وارد، بس الكوره يعني طول ما نعرف ان يعني هو لو انا خايف عليه ما طب ما كان قاعد احتياطي. بس معنى قاعد احتياطي يا محمد دي ان هو سليم 100%، ما ينفعش قاعد واحد بره واخد بالك واقول مش سليم، لان قاعد بره ممكن اغيره يا كابتن شريف في اي وقت. فبالنسبه ده المساك، انما الثابت معلول، الثابت اشرف، الثابت احمد فتحي. يبقى عندنا واحد يا محمد هاني يا عندنا سعد، والنسبه اكتر لمحمد هاني. ادي اثنين طبعا ثابتين، السوليه وعاشور. الثلاثي الهجومي عبد الله طبعا له دور كبير جدا في العوده. وليد سليمان سجل هدفين وفي احسن حالاته الفنيه. انا من وجهه نظري ان بكره ممكن يكون مؤمن او اجاييه، يعني ممكن يريح مؤمن ويدفع بيه خلال احداث المباراه، وممكن يبتدي باجاييه والعكس. وازارو ده راس الحربه الصريح اللي هيلعب بيه بكره، ده التشكيل اعتقد ان هو اللي هيبقى موجود بيه كابتن حسام البدري. حاله الفوقانه يا كابتن بتفرق خلاص؟ اصل اعتقد التمرين مفيش تمرين اساسا الاسبوع ده. صحيح يا كابتن مفيش تمرين. ما احنا وصفنا وقلنا عدد دقائق التمرين هم تمرينتين متوسط، وهي لسه هيشوف اللعيبه في تمرين. لا انا شفت اللعيبه في ماتش الزمالك، انا من قبل الزمالك بحضر للسوبر البرنامج يا محمد، والشغل الفني انا جهزته قبل ماتش السوبر، لان انا الـ 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 الايام والدقائق اللي كانت موجوده عندي انا بحضر في ماتشين 180 دقيقه في خلال 2 3 4 خميس جمعه، قول في 7 8 ايام. قبل يعني اخر ماتش قبل الزمالك كان مين؟ الاهلي. هو حضر للماتشين لان هم قريبين جدا من بعض. فمن هنا محمد انا باخد ببني على شغلي كله من ماتش الزمالك، واخد بالك؟ والحاله هل النهارده بص وليد سليمان حاله رائعه، عنده شغل النهارده وليد في قمه نضجه الفني في الثلث الامامي، بيصنع هجمات، صنع الجول الاول والجول الثالث، ده اكيد هيبقى موجود بكره. وليد سليمان ما ينفعش يقعد، عبد الله بتعتمد عليه في حاجات كتيره جدا يا محمد، مع ان هو غيره ممكن يكون دوافع خلاص انا بنزل اسلام محارب واسلام هيقوم لي باللي انا عاوزه، اريح عبد الله عشان مطلوب منه جهد في ماتش السوبر. صحيح. واخد بالك؟ دي الشغل الفني عند المدير الفني عنده خبرات كبيره جدا. مؤمن انا من وجهه نظري ان بكره ممكن يبقى ورا رابحه من على الدكه، لان الدكه مهمه جدا. وفي نفس الوقت احنا قلنا اخر ماتش ان شاء الله وبعديها هيتوكل على الله ربنا يوفقه. ممكن اجي استعيد قوتي في راحتي في عودتي في ال 20 دقيقه او النسبه اللي خدها في ماتش الزمالك ابتدي بيه. ممكن يكون فكره حسام انه ينزله عشان يبتدي بيه بكره ان شاء الله تعالى. واخد مؤمن بقى خلال احداث المباراه، لان مؤمن بيجيد في البدايه وبيجيد حتى لو ورا ربحه. ازاره طبعا اعتقد زي ما هو لانه تالق وكويس. فهي دي الخطوط وده الشكل العام وده التابلو الفني اللي عند حسام اللي بكره هيدافع بيه ان شاء الله عن ان شاء الله كسر صاحب امر الله. خلينا اروح سريعا للقاء مع السيد محمد عبد الله بن هزام الظهري الامين العام للاتحاد الاماراتي لكره القدم. في هذه اللحظات مع سعادة سالم النقبي المتحدث الإعلامي والمسؤول الإعلامي لمباراة السوبر المصري. برحب بسعادتك على شاشة قناة الأهلي، ونتحدث عن الإعلام، يعني الحديث واحد والدور واحد، لكن الرولز الإعلامي المتعلق بتنظيم مباراة السوبر من حضرتك كمنسق إعلامي لهذه المباراة.
في البداية طبعا توجه لكم بالشكر على تواجدكم هنا في مدينة العين وتحديدا في استاد هزاع بن زايد اللي راح يستضيف إن شاء الله السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي. بالنسبة للأمور الإعلامية تعرف هنا في دولة الإمارات صار لنا سنوات طويلة ماشيين على الأمور الإعلامية نفس اللي متواجدة بالاتحاد الدولي الفيفا بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. فمباراة السوبر المصري إن شاء الله راح تشهد إعلاميا كافة الأمور، يعني الأمور النقاط اللي تستخدم بالفيفا والرولز اللي تستخدم بالفيفا راح يتم استخدامها إن شاء الله وفي مباراة السوبر المصري على أعلى معايير من المؤتمرات الصحفية مواعيدها بالإضافة إلى اللقاءات التلفزيونية قبل وبعد المباراة بالإضافة إلى المنطقة المختلطة. تم تجهيز الاستاد بالكامل لاستضافة هذا الحدث الكبير. هل هناك أي حدث إعلامي داخل الاستاد قبل انطلاق المباراة ولا كل التصريحات أو اللقاءات الإعلامية أو في أي تفاصيل أخرى هتكون كلها بعد نهاية هذه المباراة؟ وأوريدي نحن أصلا بدينا برنامجنا الإعلامي صار لنا أسبوع من حيث الإعلان والترويج عن استضافة مدينة العيد لهذا الحدث الكبير الرياضي الكبير. بالنسبة للأمور الإعلامية بدأت اليوم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدرب فريق النادي الأهلي ومدرب فريق المصري البورسعيدي بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المنظمة، وإن شاء الله يوم المباراة راح تكون عندنا مثل ما اتفقوا الكباتن أن البوابات راح تفتح للجماهير قبل 4 ساعات إن شاء الله من المباراة. راح تكون هناك فعاليات مختلفة، بعض القنوات راح تتواجد في أرضية الملعب إجراء حوارات مع المنظمين مع المسؤولين مع الجماهير، وإن شاء الله بعد المباراة راح تكون عندنا بعد اللقاءات التلفزيونية داخل أرضية الملعب ومن ثم مؤتمرات صحفية كذلك للمدربين للحديث ما بعد المباراة. طبعا الفائز بنقول له مبروك والخسران كذلك بنقول له مبروك لأن الفائز واحد في مدينة العين إن شاء الله. سؤال أخير، هل في ختام المباراة في المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لكلا الناديين هيكون مؤتمر صحفي مجمع ولا كل مدير فني له مؤتمر صحفي مستقل أو منفصل عن الفريق الآخر؟ لا، هو حسب لوائح الفيفا لكل فريق المؤتمر الصحفي لكل مدرب فريق راح يكون منفصل، البداية دائما وأبدا تكون مع الفريق الخاسر والمؤتمر الثاني يكون لمدرب الفريق الفائز إن شاء الله. هل هناك فرصة لمؤتمرات صحفية للاعبين أيضا؟ لا، بالنسبة للاعبين لا مش متواجدة، فقط للمدراء الفنيين للفريقين. سعادة سالم النقبي المسؤول الإعلامي والمنسق العام لمباراة السوبر، أنا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب وأن تخرج المباراة بشكل يليق بهذا الحدث الكبير إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم مرة ثانية تواجدكم وحضوركم وتغطياتكم المتميزة لفريقكم فريق النادي الأهلي وكذلك للسوبر المصري. سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. يا فندم برحب بك على شاشة قناة الأهلي وهذا اللقاء الثاني على شاشة الأهلي بعد اللقاء الأول عندما تم إعلان كل تفاصيل المباراة في السوبر المصري هناك في القاهرة قبل حوالي 3 أسابيع من الآن. أول شيء نقول أهلا وسهلا فيكم في دولة الإمارات وأهلا وسهلا فيكم في مدينة العين. نحن سعيدين بتواجدكم، سعيدين بتواجد الفرق المصرية والاتحاد المصري والجماهير المصرية. النسخة الثالثة إن شاء الله في دولة الإمارات وإن شاء الله تستمرون على طول معنا. وكان المؤتمر الصحفي كان هناك استفسارات وتساؤلات عديدة، لكن أبرز المعلومات أو الأخبار اللي ممكن الجمهور يستفيد منها قبل استضافة المباراة ب 24 ساعة. اليوم بالنسبة للجمهور الأبواب تفتح إن شاء الله الساعة 4، في أحداث مصاحبة يمكن أعلنوا أن اليوم فنانة شيرين بتبدأ تقريبا الساعة 5 إن شاء الله من خلال الحفل اللي بتقيمه هنا في استاد هزاع. في فعاليات جدا مصاحبة فانزون وأيضا هناك أمور يعني بتكون تخص الجماهير.
نحن يعني اليوم أهم شيء عندنا أن الجمهور يتابع التويتر سواء كان التويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان عن طريق الاتحاد المصري أو عن طريق شركة برزنتيشن أو اتحاد الإمارات للكرة ومجلس أبو ظبي الرياضي. في مسابقات موجودة هناك أيضا معلومات عن البوابات وأيضا المواقف وأماكن التواجد والفعاليات المصاحبة. طاقم التحكيمي اللي هيجير هذه المباراة وطاقم تحكيم إماراتي من قبل الاتحاد الإماراتي، معلومات عن هذا الطاقم التحكيمي، طاقم تحكيم دولي؟ طبعا طاقم تحكيمي دولي ومن النخبة اليوم طبعا بقيادة الحكم الإماراتي عمار الجنيبي. اليوم الطاقم التحكيمي هذا رجع من كاس الخليج مسبقا، الحين كان يدير مباريات كاس الخليج 23 في الكويت، يعني شهد مباريات عدة سواء على المستوى الآسيوي أو المستوى الدولي أو على مستوانا في المحلي. فإن شاء الله بتكون تجربة طيبة لحكامنا وتجربة طيبة مع الفرق المصرية، وإن شاء الله هذا أول مرة تصير عندنا في دولة الإمارات أو أن السوبر يدار عن طريق الحكام الإماراتيين أو السوبر المصري يدار عن طريق الحكام المصريين. فهذه خطوة خير إن شاء الله، وإن شاء الله بتحقق فوائد فنية للطرفين. خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي تم الاعلان فيه تفاصيل استضافه استاذ هزاع لهذا المباراه، التنسيق بين الاتحاد الاماراتي والاتحاد المصري مع كلا الناديين مع الشركه الرايه شركه برزنتيشن سبورت، اكيد كانت هناك اجتماعات عديده وكثيره خلال الساعات القليله الماضيه. طبعا نحن قبل ما نتكلم عن الساعات الماضيه كان في اجتماعات مسبقه وعلى مستوى يعني خلينا نتكلم عن اشهر ماضيه، ونحن كل ما نخلص حدث يكون ان نجلس نحدد فيه الحدث اللي بعده ووقته ونحدد السلبيات والايجابيات اللي صارت في الحدث لمعالجتها في الفتره القادمه. كان فيه يعني انا اشكر سعاده الاخ عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي على تعاونه الدائم لانجاح هذا الحدث ونقل رؤيه مجلس ابو ظبي الرياضي في استضافه الاحداث الرياضيه على مستوى الاماره، واشكر ايضا استاذ هزاع والعاملين والقائمين فيه على تعاونهم يعني لمتابعه ادق التفاصيل بالتعاون مع ايضا الاخ والصديق محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن. اليوم التيم اللي موجود هنا في استاد هزاع يعمل كخليه نحل من خلال التفاصيل اللي موجوده في الملعب وايضا التفاصيل اللي ماشيين عليها يمكن دقيقه جدا، هي لسته كبيره اكثر من 500 نقطه في التشيك ليست. اذا بتنزل يعني ادق التفاصيل 500 نقطه تشيك ليست، يعني انت اذا بتتابع يعني ادق 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 التفاصيل. ويمكن بعد ما اطلع من هني اذا كان في فرصه ممكن اعطيك حتى النموذج اللي قاعد نشتغل عليه، النموذج نموذج كبير يعني ليس لليوم فقط، يتكلم من يوم تم الاعلان الى ما وصلنا نحن هني، لان اذا ما تمشي يعني نقطه بنقطه ما 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 بتخلص، لان ما تنجح. انت اليوم تتكلم عن المنشاه وجهازيتها، الملعب، ملعب التمرين، التلفزيون، الإعلام، الصحفيين، أماكن الجلوس، السكيورتي، المواصلات، يعني وفي كل نقطة بتلقى نقاط أخرى تتبعها فرعية. فأنت اليوم هذه النقاط ما أجت من فراغ، أجت من تجارب عملناها في دولة الإمارات، تجارب في استضافة كأس العالم للأندية، في استضافة كأس آسيا النسخة الثانية هاي اللي تقام عندنا إن شاء الله، ستقام عندنا إن شاء الله للمرة الثانية. فهذه التفاصيل، البرنامج هذا موضوع ل 365 يوم، ف يعني سنة كاملة من وإلى. طبعا بنشكر اخواتنا واشقائنا في الامارات المسؤولين عن الرياضه سواء بقى في ابو ظبي او في الامارات بشكل عام طبعا لاستضافهم هذا السوبر المصري السوبر الفراعنه. يا رب كل التوفيق لفريقنا. كابتن شريف انا بشكرك لان احنا عندنا كلام كتير بقى فني، ننام بدري النهارده، ننام بدري طبعا عشان نركز في الماتش. شكرا كابتن شريف. شكرا كابتن ربيع. بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا كابتن محمد. ان شاء الله يعني متواجدين معاكم من خلال تغطيتنا طبعا واستكمال تغطيتنا من خلال قناه الاهلي. يا رب بكره ان شاء الله يبقى يوم مميز ويوم مهم في بطوله
بطوله السوبر ونحصل على هذه البطوله عشان نبقى سعداء زي ما كنا سعداء من يومين كده بلقاء القمه والفوز في لقاء القمه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون متواجد معاكم برنامج ملك وكتابه والمهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي. ان شاء الله استمتعوا بيهم. السلام عليكم.